السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سأريكم طريقة ترتيب الأيقونات على هاتفك الآيفون مثل ما تريد، وكأنك قمت بعمل جيلبريك، وكأنك أيضا تشتغل على هاتف أندرويد. فعلى سبيل المثال لدي هنا تطبيق الترجمة كما ترى أمامك، وضعته في هذه الجهة في الشريط السفلي بدل من أن يكون وكما في العادة في هذه المنطقة هكذا. ففي العادة يجب أن يكون هكذا، ولكنني أتحكم فيه وأقوم بوضعه في هذه الجهة على سبيل المثال، وعلى حسب اختيارك يمكنك ترتيب الأيقونات مثل ما تريد وعلى الضوء الذي يناسبك. قبل المرور إلى الشرح، أريد أن أفسر هذه الطريقة بأنها بالفعل في الأماكن الفارغة يوجد أيقونات، ولكن هذه الأيقونات هي أيقونات فارغة خلفيتها مثل خلفية الباك جراوند أو الخلفية لديك، وكذلك لا يوجد لديها اسم، وبالتالي تظهر على هذا الشكل وكأنه لا يوجد أي أيقونة، وترتب الأيقونات مثل ما تريد. طبعا في البداية يجب عليك الضغط مطولا على أي أيقونة هكذا، وبعد ذلك تذهب إلى الصفحة الفارغة وتقوم بعمل سكرين شوت للخلفية لديك. هذه السكرين شوت تمكنك يعني، وسنستعملها حتى تصبح أيقونات أو خلفية الأيقونات الفارغة مثلها. إذا بعد أخذ السكرين شوت ستقوم بالدخول إلى متصفح سفاري، بعد ذلك إلى رابط imt.tooliphone.net. الآن ستقوم بالضغط على Customize، بعد ذلك ستختار Custom Mode. الآن ستختار Add، بعد ذلك ستقوم باختيار Choose File، ومن ثم Photo Library. طبعا الاختيار السكرين شوت التي قمت بأخذها، وبعد ذلك ستضغط على Upload Photo. يجب عليك اختيار السكرين شوت التي قمت بأخذها طبعا، التي لا يوجد بها أيقونات فارغة. الآن كما ترى أمامك هنا ظهرت لك My Home Screen، كما ترى يظهر لك أو يوضح لك مكان الأيقونات رقم 1 2 3 4 2 × 2، يعني تختار مثلا على سبيل المثال هكذا يظهر لك هذه الواجهة يوجد بها مربعات الأيقونات. فعلى سبيل المثال تريد أن تضع في مكان 1x1 أيقونة الفيسبوك مثلا، وتريد في 1x4 أيقونة الماسنجر، والاثنان اللذان في المنتصف تجعلهم فارغات. إذا ستقوم باختيار الاثنان الفارغات مثلا 1 2 هكذا، هذه تقوم باختيارها، تضغط على الأيقونة التي تريد إضافتها. بعد ذلك كما ترى Custom Icon، فخلفيته كما ترى نفس المكان الذي من المفترض أن تظهر فيه الأيقونة. تقوم بالضغط هنا على هذا السهم الأسفل وتقوم باختيار Add to Home Screen، تقوم بالضغط على Add. طبعا إذا ظهرت لك علامة استفهام لا يوجد أي مشكلة، ستكون فارغة، تضغط على Add هكذا. ثم إذا ذهبت إلى الشاشة الرئيسية فكما ترى هنا الأيقونة عندما تظهر بالأسفل واضحة تماما، ولكن لاحظ معي عندما أقوم بسحبها إلى المكان الذي قمت باختيارها منه والضغط هكذا، فكما ترى الأيقونة غير واضحة أبدا حتى عندما التمرير هكذا، وكأنه أيقونة فارغة. فيجب عليك اختيار الأيقونة أو اختيار الخلفية المناسبة ووضع كل أيقونة في مكانها كما ترى أمامك. أيضا أرجع إلى نفس الموقع الذي قمت باختيار منه الأيقونة طبعا، واختار 1 3 هنا، اختار أيقونة 1 3 لأقوم بإضافتها هي أيضا. أقوم مرة أخرى بالضغط هكذا Add to Home Screen، بعد ذلك Add. لاحظ معي هنا في المكان الذي تم إضافتها فيه واضحة أنها يوجد أيقونة وغير متناسقة، ولكن لأسحبها مرة أخرى كما فعلت مع الأيقونة السابقة هنا، لاحظ معي مشاهدي الكريم الآن أصبحت الصورة متناسقة تماما، ولكأنه يوجد أيقونة أو أي شيء هكذا، يعني تطبيق هنا وتطبيق هنا. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم، شاركها مع أصدقائك، ولا تنسى الضغط على زر لايك وكذلك سبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية، خصوصا في مجال أبل وآيوس وفي التقنية عموما. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.